هناك تحضير للجانب الايمن. ماهر الجدع هاتو خد مع شلمو، هي كرة عرضية وراسية والهدف الاول. يا سلام يا سلام، اللاعب شلمو 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 يحرز الهدف الاول، يتقدم فريق شباب الاردن. هدف ملعوب، هدف مرسوم، جملة تكتيكية رائعة جاءت في بناء صحيح عن طريق الجبهة اليمنى. الكرة التي هيئت من مصطفى شحدة ورائد عساف، وهناك دوما ايضا المدرب خليل ابو السيد شاهدنا هدف ولا اروع ولا اجمل ولا اعلى. مصطفى شحدة يضع الكرة على رأس شلمو في القائم القريب، يتقدم فريق شمال الاردن. من الاهداف الملعوبة، من الاهداف الجميلة، من الاهداف الحلوة، من الاهداف التي تحترم في دوري المناصير الاردني للمحترفين في هذا الموسم. يتقدم فريق شمال